استثنائي، ودايما بنبص لقدام، ودايما عندنا طمع في بطولات كثيره ان شاء الله. بطوله الدوري تحسم، عندنا لسه مباراه السوبر الافريقي في شهر 8، وما زالت البطولات كاس العالم ان شاء الله في ديسمبر اللي جاي. فالنادي الاهلي بطموحات جماهيره وادارته ولاعيبته وكل من ينتمي الى هذا الكيان العظيم، دايما جعان بطولات ومزيد من البطولات. منتخب مصر الاولمبي الحقيقه هنقعد معاه كتير النهارده في حلقتنا عشان نتكلم عن المباراة الكبيرة اللي لعبها في المباراة النهائية في المغرب أمام المنتخب المغربي. يعني اللي أقدر أقول لحضراتكم إنه اتكلمنا عن السكواد بتاع المغرب كله تقريبا بيلعب في الدوريات الأوروبية، مفيش غير ثلاث أو أربع لاعبين كانوا بيلعبوا في الدوري المحلي في المغرب. لكن الحقيقة كان المباراة لمنتخبنا أداها بشكل أكتر من رائع. تحس الروح العاليه الكبيره جدا اللي كانت في هذه المباراه، رغم ان احنا بنلعب ناقصين يمكن لعيب بعد طرد طبعا محمود صابر لاعبنا اللي احرز هدف اكتر من رائع، لكن استمر تقريبا منتخبنا بيلعب اكتر من 100 دقيقه او 90 دقيقه او اكتر ناقص واحد امام منتخب كبير وامام المنتخب المغربي. الصور اللي قدام حضراتكم دي حمزه علاء، وانا هقف عند حمزه علاء شويه لانه باين جدا في الصوره انه متضايق. على فكره انا بحب اللعيب ده، يعني احب انا الشخصيه اللي هي رغم فوزه بهذا اللقب انه احسن حارس مرمى في هذه البطوله، انه هو كان عامل كلين شيت تاريخي في دور المجموعات، ولكن انا بحب اللعيب اللي هو رغم كل ده وتلاقيه زعلان عشان كان حاسس شويه انه يمكن كان في عدم توفيق في الهدف الثاني للمنتخب المغربي. ده شيء ايجابي على فكره، يعني بقول له ارفع راسك انت نجم كبير وما شاء الله عندنا حمزه علاء وعندنا حراسه المرمى في النادي الاهلي بخير وبامن وامان بوجود مصطفى شوبير وحمزه علاء، وعندنا كمان لعيبه مميزه. فبقول لحمزه الف مبروك عليك الهديه ديت، دي بدايه انطلاقه يا ابني، دي بدايه انطلاقه، خليك على هذا المستوى. ابراهيم عادل من النجوم الكبار جدا في هذه البطوله واحسن لاعب في هذه البطوله، لازم نشد من أزره ولازم نتكلم وإن الولد ده يتعدي بشكل كويس جدا. أنا بتكلم لمصلحة مصر بعيدا عن مصالح الأندية، إن هذا اللعيب لعيب عنده إمكانيات خاصة، إمكانيات كبيرة جدا. اعتقاد الشخص إنه لازم يخرج بدري لعملية الاحتراف، واضح من شخصية إبراهيم عادل إنه يعني هيتأقلم بشكل كبير في عملية الاحتراف، وإنه عنده ثبات انفعالي، ملتزم بشكل كبير جدا، الجوانب الفنية حدث ولا حرج، وبالتالي عندنا بداية نجم جديد للكرة المصرية. خلينا نتكلم هذا المنطلق، إبراهيم عادل بيحط أول قدم على مشوار طويل الحقيقة، والكلام برضو لإبراهيم عادل بتفوز بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، دي جائزة مهمة جدا، ولكن دي بداية الطريق، حط رجلك على اول الطريق، شق طريقك في الاحتراف، وان شاء الله نكسب نجم كبير زي ما كسبنا يمكن بعد اولمبياد 2012 كسبنا نجم كبير اسمه محمد صلاح، كانت بدايته مع بازل في 2013 بعد نهايه اولمبياد 2012 وكانت بدايه نجم كبير. الحقيقه عندنا نجوم وعندنا لعيبه تستحق الحقيقه، بالرغم ان احنا يعني كان عندنا شكوك كثيره جدا في هذا المنتخب لعده اسباب، منها اللعيبه اللي كانت بتلعب، ما فيش يمكن 3 4 لعيبه بيلعبوا مع فرقهم في الدوري. شفنا محمود صابر لعيب مميز جدا، وهو لعيب في بيراميدز ما لعبش مباريات كتير ولكن ظهر بشكل اكتر من رائع، اسامه فيصل كذلك، بنتكلم على حمزه علاء، بنتكلم على يعني لعيبه كثيره جدا يمكن عملوا مجهود كبير جدا للوصول لهذه المباراه النهائيه. ولكن تاني بقول لهم رساله مبروك، الوصول للأولمبياد ليس حلم ولكن هو هدف، احنا من اكتر المنتخبات اللي بتوصل للأولمبياد في افريقيا، ولكن خلي الهدف، ويمكن يعني دي كانت رسالة حتى على صفحتي في السوشيال ميديا، دي رسالة لأولادنا، ابدأ حلمك من دلوقتي للوصول إلى ميدالية أولمبية. الحقيقة هو ده الحلم، هو ده الشغل اللي الناس لازم تشتغل عليه، بداية من إدارة فنية، بداية من سوشيال ميديا، ولازم يكون عندنا يعني دعم للولاد دول بشكل كبير ونديهم الثقة. الجهاز الفني شغال بشكل أكتر من رائع، اللاعبين لازم من دلوقتي هم يحسوا ناقص سنة، لكن سنة خلي بالكم سنة مدة طويلة، فاللعيب اللي هو فاكر نفسه دلوقتي إن أنا نجم الفريق أو أنا عملت بطولة كويسة، لو ما حافظش على نفسه هتلاقي خلال السنة ده مش موجود
في الأولمبياد، وده مهم جدا. وأنا عاجبني الحقيقة الإدارة الفنية للمنتخب بقيادة ميكالي كمان، وعندنا وائل شيتوس المدرب العام بيهتموا بهذه الجزئية، ويقول لك عندنا لسه إحنا هنتابع خلال السنة اللي جاية، وأي حد هيتألق من الولاد سنه يسمح هيكون موجود في الأولمبياد، لسه بنتابع ولسه هنشوف. هي دي كانت خطوة، هو كان هدف الوصول للأولمبياد، وصلنا للأولمبياد، الأهم ماذا سوف نفعل في الأولمبياد. وإن شاء الله كل طموحات، وخليك عند يعني خلي طموحاتك كبيرة، محدش يهمدك مش هتقدر لا مش يعني الموضوع صعب، لا 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 لا، خلي طموحاتك وخلي حلمك هو ان احنا ناخد ميدالية وحارب عليها. مين كان يصدق ان المنتخب المغربي يوصل لنهائي او قبل نهائي كأس العالم للكبار؟ مين كان يحلم بده؟ خلي حلمك كبير واسعى لحلمك، وان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي النهاردة. يعني تدعيما للي بقوله، ويعني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحقيقة